مناسبة أن 51 سنة زكومي محمد بن عبد الكريم الخطابي في مصر يخرج في 1880 أواخر القرن 19 يموت في 1960. ديش المناسبة عزيزة علينا شيخنا الذي كاريف وإنما كل شيخ المغاربة قطبة. الشيخ سيغد عبد الكريم الخطابي زي الزاويينس كنت قد كتبت مقالا عنوانه تجليات إنسانية وحقوقية في المسار النضالي عند محمد بن عبد الكريم الخطابي. شتناولا يمكن نطرح سؤال ما غالبدا، لماذا دائما نتناول عبد الكريم كشخصية عسكرية ولا نتناول مواقفه الإنسانية والحقوقية في حياته؟ عبد الكريم كان قاضيا، كان قاضيا للقضاة للقبائل السبعة التي كانت في الريف، خصوصا في الريف الشرقي، وكان صحفيا، وكان مثقفا، تخرج من جامعة القرويين، ومربيا، كان مدرسا. هذه مؤهلات تجعل منه إنسانا مرموقا ذو فكر ثاقب وذكاء عال جدا. إنسانيته تظهر في عدة محطات. المحطة الأولى تظهر عندما كان في القاهرة بعد نزوله فيها 1947، زاره الماريشال الأمزيان، وفي حديث المجاملة بينهما قدم نوع من الاعتذار الماريشال الأمزيان بسبب ربما الحرب التي خاضها إلى جانب الإسبان في 1921، فأجابه عبد الكريم: كنت رجلا شجاعا في الميدان، أديت واجبك، وكل خلق لما يسر له. هناك محطات أخرى، عندما كان قاضيا في مليليا حكم على أحد جنود المغاربة الريفيين بالإعدام بسبب إطلاقه النار على ضابطه الذي أهانه بصفعة على خده، دافع عليه أثناء المحكمة العسكرية، فتحول الحكم من الإعدام إلى سجن محدد ثم إلى طرده من الجندية فقط. أيضا تظهر مواقفه الإنسانية عندما زارته امرأة احتجت عليه دون أن تعرفه في محكمة خشب مغاربي تمسمان، حيث حكم على زوجها وصدرت أملاكه لأنه كان جاسوس. بعد أن اطلع على حقيقة أمرها أمر المسؤول عن العدل آنذاك القاضي بالحياة بإرجاع أموالها والأملاك التي صدرت منها، أي من تلك المرأة، وخصص لها مرتب أو شهريا لمساعدتها نظرا لظروفها القاسية. تظهر محطات الإنسانية في عدة محطات، حتى مع الريسوني الشريف الريسوني، عندما أسر وقبض عليه ونقل إلى تماسين وزاره في منزله دون أن يعرفه الشريف الريسوني، تعامل معه بإنسانية كبيرة وتحدث معه في السياسة الدولية والسياسة الوطنية دون أن يعرفه، وختم كلامه معه: عبد الكريم، إن شاء الله ستشفى من مرضك وسترجع إلى بلدتك تزرت بشفشاون. ثم وقع ما وقع بعد ذلك، توفي الشريف الريسوني وأسر محمد عبد الكريم الخطابي. إذن فنحن نتناول أيضا جانبه الإنساني حتى في الحرب مع الأسرى، مع عائلته، مع أسرته. عبد الكريم كان لبراسا للإنسانية، الحرب فرضت عليه فرضا ولم يكن راغبا في الحرب أبدا. حتى الكيان السياسي الذي أسسه بالريف، كما أشار إلى ذلك الأستاذ اللالفسي في كتابه الحركات الاستقلالية في المغرب العربي، كان مؤقتا، فرضته ظروف الحرب، بعد ذلك كما قال اللالفسي سيرجع زمام الأمور إلى أصحابه الشرعيين. أيضا الكتاب الأخير الذي نشره المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب أشار إلى هذه القضية، أشار إلى ضعف الدولة المخزنية المركزية وإلى شراسة الاستعمار، مما اضطره أن يقيم يعني هذا الكيان المؤقت. فعبد الكريم هو إنسان مثالي، له مواقف مشرقة وتعاملات رائعة، تجلى ذلك إذن حتى في تعامله مع السفير المغربي آنذاك في القاهرة عبد الخالق طريس الذي زاره في منزله.
طلب منه أن يرجع إلى بلده إلى قريته في المغرب، فقد آن الوقت للرجوع وكفاه يعني وترجاه أن يرجع، فغرولقت عيناه بالدموع، قال إن شاء الله سأرجع، ولكن ما هي إلا أيام قليلة حتى عاجلته المنية. إذن فعل الكريم حياته ممتلئة بالإنسانية والمواقف المشرقة، سواء كانت يعني حقوقية، ثقافية، فكرية، إنسانية، تعاملية مع أبنائه، حتى الملك محمد الخامس، جلالة الملك محمد الخامس الذي كانت تربطه به علاقة إنسانية متميزة، حيث زاره في منزله بالقاهرة وانفرد بأسرته وبناته وترجاهن أن يعودن إلى بلدهن المغرب، وقدم لهن الهدايا من الفضة وللذكور أيضا هدايا من الذهب. كانت علاقته به علاقة إنسانية مشرقة ومتميزة، إضافة ينضاف إلى ذلك مواقف أخرى أثناء الحرب كما ذكرت سابقا. الدراسات التي ظهرت مؤخرا جديدة أصدرتها الأستاذة ماريا المؤرخة ماريا روسا دي مدريغا فيها الكثير من الجديد، وهي تفند كثير من الاتهامات المجانية، خصوصا فيما يتعلق باستعمال الغازات السامة. فيبقى عبد الكريم في هذه الذكرى محطة وفاته 51 يعني شخصية وطنية مرموقة يستحق أن يخلد الشعب المغربي كله هذه المناسبة اعترافا بجهوده التي قدمها وتضحياته من أجل الوطن وقيمه المثلى، والدليل على وطنيته ورفضه الحكم أو الاستقلال الذاتي الذي عرض عليه آنذاك من طرف إسبانيا في المنطقة الشمالية أو في الريف، فرفض إلا أن يكون الاستقلال شامل لكل المغرب قاطبة من شماله وجنوبه ووسطه. شكرا.